حصل شوية اختلاف على موقف محمد سلام، شفتيه ازاي؟ البعض برضو الموضوع ده هاجم بحبه قوي بصراحة. وهو عمل موضوع بعفوية، يعني باين انه مش بيدعي او مش عاوز ياخد لقطة، هو عمله بعفوية، بس برضو في ناس هاجمت، اللي هو سكتنا هتتهاجم، اتكلمت هتتهاجم، اشتغلت هتتهاجم، بشتغل في ايه؟ انا كنت مصدقه جدا وانا مصدق ومقدره احساسه، يعني انا الواحد يعني والله العظيم يعني حتى وهو بياكل بيقول فجاه بتيجي الصور اللي احنا قاعدين نشوفها في السوشيال ميديا، اهالينا واخواتنا في غزه مش لاقيين الاكل، مش لاقيين العلاج، مفيش كهرباء، مفيش مياه، مفيش فيعني مياه. بس انا برضو يعني في حاجه بتستوقفني مش خالص محمد، انا مقدره موقفه، ويمكن انا لو مكانه كنت هبقى حاسه بنفس الاسى ونفس الاحساس بالذنب، لكن هو الحقيقه انه من وجهه نظري الفن رساله لا تقل عن اي رساله اخرى ساميه، فانا يعني الفنان مش أراجوز، مش رايح يعني يضحك الناس ويهرب. لا، الفنان بيحمل قيمة، وهو لا يقل عن من وجهة نظري عن الطبيب والمهندس والمدرس، لأنك أنت بتصيغ وجدان وبتصيغ مشاعر، وممكن تؤثر في الوعي الجمعي للناس، وممكن تغير مجتمعات على ده المدى هو ده دور البعيد. أساسي بجانب الترفيه. فانا لو انا مستخفه بعملي وحاسه ان هو لا يلائم المصائب، يبقى انا عندي مشكله في رؤيتي انا لذاتي وعملي، يعني انا مستحرمه اكل، فاهمني؟ انا يعني انا مقدره الاحساس ده، او مش مستحرمه، احنا بناكل وكل حاجه، بس ببقى شايفه اخواتي هناك اللي مش عارفين في ياكلوا، مرارة فين؟ ان احنا ممكن نبقى قاعدين قاعده حلوه وبنضحك، اقول لا حول ولا قوه الا بالله، ان هناك ما عندهمش كهرباء، اللي هناك ما عندهمش بنج علشان يعني حتى يعملوا عمليه او اي مسكن، ما عندهمش سقف، ما عندهمش الف به من الحياه، لكن انا بتكلم على انه الفن لا يقل عن اي دور اخر. فانا هنزل اشتغل لانه دايره العمل لازم تستمر، ومحترمه جدا عملي، حتى لو كنت بعمل عمل كوميدي على فكره، مش بالضروره اعمل عمل ملحمي وطني او عمل ديني عشان احترم نفسي، لا، انا ممكن اعمل عمل اجتماعي، ممكن اعمل عمل قوامه المشاعر، ما لهوش خطابه او رساله مباشره، بس انا بحترم الفن، فانا ده مشروعي الحقيقه. فلو اهلي بيحصل فيهم اللي بيحصل هناك، انا هنزل اكمل شغلي وانا قلبي معصور عليهم وبدعي لهم، ولو في حاجه اقدر اعملها من تبرعات او من مناشده للعالم الغربي اللي طبعا هما ما بيسمعناش، بس هكمل فني، لكن انا برضو مقدره جدا جدا رسالته ومصدقاه جدا جدا ومعجبه بيه، وانا حتى لو بطرح وجهه نظر ده مش معناه ابدا اذا